هاني النادي الاهلي بعد مكسب الاسبوع اللي فات او الماتش اللي فات هيخوض المباراه بهدوء نسبي بعض الشيء. انا قبل ما طبعا ما نخش في المباراه ونتكلم فيها فنيا طبعا بايدك، انا يعني سمعتك في الانترو، احنا عايزين ناخد من المكسب نطلع بيه بايه؟ اولا نطلع ان احنا رجوع تاني شخصيه النادي الاهلي بالمكسب بره ارضه بشكل اكتر من رائع. ده كان غايب عننا فتره طويله على المستوى البطولات الافريقيه. والجزء الثاني كابتن ايمن، يمكن كل اللقطات كانت عجباني الا لقطه استقبال مثلا بعثه النادي الاهلي بالورود. انا وقفت عندها ليه؟ يعني مش عشان حاجه غير ان احنا لازم اللقطه دي ان شاء الله تبقى يوم 6 نوفمبر ان شاء الله باذن الله. وما نوصلش، وانا عارف ان لعيبه النادي الاهلي عندها الخبرات ان ده مش هيوصل لها، ما يوصلش ان انت، مع احترامي طبعا لفريق الوداد، لكن انت افضل نادي في افريقيا. صح. وطبيعي جدا انك لازم تكسب بره ارضك 2-0، وطبيعي جدا ان النادي الاهلي يبقى عنده هذه الشخصيه انك خلاص حتى اللعيبه الموجوده واللعيبه الولاد اللي طالعين لا لازم يعرف انك بعد كده انت عندك شخصيه انك لازم تكسب بره ارضك. وخلاص خلينا نتكلم برضو فنيا شويه، ما عادش المشكله دلوقتي انك بتلعب بره وجوه، يعني خلاص المعادله دي انتهت على مستوى الكره العالميه. انت بتلعب بره ارضك، بتلعب بره جوه ارضك، عندك اسلوب لعب تقدر تكسب بيه ازاي؟ هي دي اللي هي دي المعادله اللي بقت موجوده دلوقتي، ازاي تكسب في اي وقت اذا كان بتلعب بره او جوه. صحيح. فخلينا ناخد من الفوز دوت ان شاء الله زي ما انت قلت عندنا ثقه في اولادنا، الهدوء طبعا، النتيجه فرقه معانا جدا، كسبان 2-0 اكيد الحذر هيكون واجب. الجزء الثاني والاهم ان لعيبتنا ان شاء الله باذن الله على نفس التركيز ونفس المستوى البدني، وبدوس على حته البدني لان احنا تفوقنا فعلا بدنيا هناك. مزبوط. بشكل كبير جدا. مزبوط. فاعتقد ده يعني ان شاء الله باذن الله الوصول للمباراه النهائيه خلاص على بعد شوط واحد، واحنا ان شاء الله الاقرب للفوز في المباراه بكره باذن الله. باذن الله رب العالمين.